من أول ما حملت وأنا على طول أستخدم المشدات من مترو برازيل. مترو برازيل عندهم أقوى وأجود وأحسن أنواع المشدات البرازيلية الأصلية، ها، لأن في مرات يعني يبيعونها مو أصلية وهذا شيء مو زين. ليش؟ لأن يكون فيها نسبة نايلون ويكرههم يتلوتون 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 لتحت المشدات. مو بس إن بالكم الشورت اللي يضعف الخصر، لا لا لا، كل شيء اللي يصير الكامل، اللي يصير مثلا اللي يصير صوب البطن، اللي يصير الريول، اللي كنا بنطرون، اللي هو كنا لجن، وايد وايد عندهم انواع واشكال. اللي يصير كنا نفنوف، بتروحون عرس شيء او مو لازم عرس ولا شيء، شي لابسين دريس مثلا ابيض تبون مثلا شيء يبطن النفنوف وبنفس الوقت يرتب لكم الجسم، والله وايد حلو.